نظم حزب حماة الوطن بالغربية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. ووسط حضور كبير أكد عدد من قادة حزب حماة الوطن في كلمتهم على ما شهدته مصر في عهد الرئيس السيسي من إنجازات كبيرة وتنمية وتطوير في كافة المجالات والقطاعات. هي برضو الحزب عمل لقاءات جماهيرية على مستوى المحافظات منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية ووقوف الحزب كداعم رئيسي لمرشحنا عبد الفتاح السيسي لتولي رئاسة الجمهورية لفترة قادمة. الكلام ده تم على مستوى 27 محافظة. النهاردة إن شاء الله في مؤتمر حاشد إن شاء الله باسم فلاحين مصر يدعمونا السيد الرئيس. إن شاء الله تفرجوا الناس كلها جاية بحب إن شاء الله لتأييد السيد الرئيس بالمشاريع اللي تمت الفترة الجاية. قال لك هو ده أكتر واحد إن شاء الله هيكمل معانا نحو الجمهورية الجديدة. الناس شايفة بعينيها الطرق وشايفة الكباري وشايفة اللي حصل الكم مليون فدان اللي استصلحهم. أهمية المشاركة النهاردة حاجة مهمة جدا لمصر. المفروض ان كل مواطن ينزل ويشارك، قول كلمتك، انزل بين صوتك ووضح اهميتك قدام العالم كله، بين ان الشعب المصري اليوم يومه